وقهم السيئات. الله يا رب. كده دخل في مود العجم خلاص، يعني الاول كان بيجيب القرار من العجم والجواب من مقام تاني، حاليا خلاص بقى اقتنع انه دخل مقام العجم وداخل بمزاجه دلوقتي ومتمكن جدا من المقام. وقهم السيئات وقهم السيئات فقد رحمتك. الله، يعني قال وقهم السيئات الاولى والثانيه والثالثه ما رضتش علق. هنا جاب الجواب بتاع العجم بشكل معتبر وقفل قفله عجم غايه في الاتقان والتمكن. وذلك هو الفوز العظيم. الله. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. الله، ما زال في العجب، ده كله عايش في مقام العجب. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفون. رجع تاني للقرار قوي، درجة الله القرار الأولى خالص. إذن كده هنلاحظ إن هو جاب القرار والجواب وجواب الجواب. لو ما كانش وسع لنفسه وهو بيركن لو ما كانش وسع لنفسه في الأول بعد ما انتقل للبياتي رجع الدرجة، أو بمعنى أصح طلع سبعة علشان يجيب الرست، ما كانش هيعرف يجيب عمره درجة الجواب دي كلها. جواب جواب الله عالية جدا، احنا بنتكلم عن مساحة صوت كبيرة قوي، يعني بنتكلم في التلاوة دي بس 16 درجة، ودي طبعا مساحة كبيرة، يعني أكتافين ودرجة. عملها بحكمة وبحنكة علشان يعرف يوسع لنفسه المساحة. لو كان طلع الرست من الدرجة الرابعة، يعني هو كان بادئ من السي طلع راست المي، هيبقى قراره المي، المي الأولى دي، علشان يجيب الجواب هيبقى جوابه جواب المي جواب، مش هيعرف يجيب الجواب الجواب نهائي، هتبقى صعبة جدا عليه. فاللي عمله ده غاية في البراعة والإتقان ومعرفته بحدود نفسه وإمكانياته.